السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة رندا سعيد، أستاذ مساعد طب الأسرة. إن شاء الله هكلمكم عن Concept of Family Medicine. يا ترى إيه هي Learning Outcomes اللي هنحاول نغطيها؟ أولاً Recognize the Definition of Family Medicine. ثانياً Demonstrate the Principles and Settings of Family Medicine. ثالثاً Describe Family Medicine Basket of Services. وأخيراً Compare between The Family Medicine Model of Care and Specialist Care. إن شاء الله في الفيديو ده هنغطي أول اتنين Learning Outcomes. في البداية حابة أحكي لكم حكاية صغيرة عن History of Family Medicine. إن شاء الله هتساعدكم على فهم الكونسبت. عارفين زمان قبل القرن ال 18 كانوا بيسموا الطبيب إيه؟ كانوا بيسموه حكيم. يعني إيه حكيم؟ يعني الشخص اللي الناس بتروح له لو تعرضوا لأي مشكلة، سواء كانت المشكلة دي جسدية أو نفسية أو حتى اجتماعية. والحكيم ده مش خريج من مدرسة الطب، لأن أصلاً ما كانش فيه مدرسة للطب قبل القرن ال 18. في القرن ال 18 وبالتحديد في سنة 1760 ظهرت أول مدرسة للطب في جامعة بنسلفانيا، وكانوا بيسموا الميديكال ستيودنت سواء اتخرج من مدرسة الطب أو لا بالجنرال براكتيشنر أو الممارس العام أو الجي بي. القرن 19 كانت الميديكال بروفيشن قائمة فقط على الجنرال براكتيشنر، لغاية القرن العشرين وبالتحديد ما بين 1910-1930، بداية ظهور الجنرال سبيشاليتيز، واللي مع مرور الوقت اتقسمت لصاب سبيشاليتيز، وده كان مصحوب بديكريس في النمبر اوف جنرال براكتيشنر، وده أدى إلى فراجمنتيشن اوف بيشنت كير، بمعنى إن العيان عشان يحصل على الكير اللي هو محتاجه لازم يروح لأكتر من دكتور في أكتر من مكان. مش كده وبس، ده ظهور السب سبيشاليتيز كان مصحوب بجريت أدفانسز إن ميديكال تكنولوجي، وده رغم إنه حاجة كويسة إلا إن ليها عيب خطير جدا، هي إن السبيشاليست بدأ يستغنى عن كلامه مع العيان وفحصه ليه بنفسه، واتجه في التشخيص للكمبيوتر مونيتور واللاب ريبورت. فده خلى المريض يفقد الهيومن تاتش والفيزيشن، وده ادى الى ديسربشن في الدكتور بيشنت ريليشن شيب. مش كده وبس، ده السب سبيشاليست كير والهاي تكنولوجي بيكلف فلوس كتير جدا جدا، ومع مرور الوقت اصبح العالم كله يعاني من مشكله الليميتد ريسورسز، وبالتالي اصبح غير قادر على تحمل الكوست اوف سب سبيشاليست كير اند هاي تكنولوجي. ده مش كده وبس، ده النيتشر اوف هيلث بروبلم نفسه اتغير، وتحولت البروبلم من اكيوت بروبلم بتحتاج لسبيشاليست كير الى كرونيك بروبلم البيهيفير واللايف ستايل بيلعب دور فيها، والنوع ده من البروبلم ما بيحتاجش لسبيشاليست كير، ده كل اللي بيحتاجه فولو اب وبيشنت اديوكيشن، ودي حاجات الجنرال براكتيشنر بيعرف يعملها كويس جدا. كل ده دفع العالم للرجوع لفكرة الحكيم والحرص على عودة الجنرال براكتيشنر وزيادة عددهم، بس بشرط إن الجنرال براكتيشنر يرجع بتوب جديد. طب هيجيبوا منين التوب الجديد ده؟ من خلال البوست جرادويت تريننج إن جنرال براكتس أور فاميلي ميديسن، وانقسم اسم الجنرال براكتيشنر الكواليفايد ده اللي واخد بوست جرادويت تريننج في العالم الى قسمين. قسم احتفظ باسم الجي بي زي انجلترا واستراليا، وقسم غير اسم الكواليفايد جي بي ده الى الفاميلي فيزيشن زي امريكا وكندا، وعندنا هنا في مصر والعالم العربي. دلوقتي بقى خلونا نبدأ ونقول إيه هو الديفينيشن of Family Medicine. According to American Academy of Family Physicians سنة 1995، الفاميلي ميديسن is a medical specialty. وبدام هو medical specialty يبقى زيه زي أي تخصص محتاج لبوست جرادويت تريننج. طب يا ترى أهميته إيه؟ إن هو provide continuing comprehensive health care
for individual in the context of family and for the family in the context of community. يعني بيقدم رعاية طبية مستمرة شاملة للفرد في إطار الأسرة وللأسرة في إطار المجتمع. طيب يا ترى الفاميلي ميديسن ده بيغطي مين؟ بيغطي كل الأعمار والإيجز، كلا الجنسين both sexes، كل حتة في الجسم each organ system و every disease. كمان البيشنت كير اللي بيقدمه الفاميلي فيزيشن بيغطي كل جوانب المريض النفسيه العضويه الفيزيكال والنفسيه السايكولوجيكال وكمان السوشيو كالتشرال الاجتماعيه. طيب يا ترى ايه هي البرنسبلز اوف فاميلي ميديسن؟ السلايد دي بتلخص البرنسبلز اوف فاميلي ميديسن وهم 11 برنسبل. اول واحد فيهم ان الفاميلي ميديسن is person centered rather than disease centered care. في 6 principles بعد كده بيبداوا بحرف السي فبنسميهم 6 سيز بيلمهم القوس ده. اول سي continuous care، تاني سي comprehensive care، تالت سي coordinated care، رابع سي collaborative care، خامس سي competent care، وآخر سي اللي هي compassionate care. طيب في 2 principle فيهم كلمة oriented اللي هو community oriented و family oriented، وآخر 2 principles اللي هما preventive attitude و research management. تعالوا نشرح كل واحد من دول معناه ايه. principle رقم 1 ان الفاميلي medicine provide person-centered rather than disease-centered care. معناه إيه الكلام ده؟ إن الفاميلي فيزيشن is committed to the person. يعني طبيب الأسرة لديه التزام تجاه الشخص ككل، بيحاول يراعي كل احتياجاته الجسدية والنفسية وحتى الاجتماعية، وإن السكوب بتاع الفاميلي ميديسن مش limited بparticular body of knowledge. يعني ايه؟ يعني زي ان طبيب الاسره يكون عارف روشته لعلاج الابدومينال بين، واي مريض يدخل بابدومينال بين روح نطلع الروشته دي ومديها له وخلاص، او ان السكوب بتاع الفاميلي ميديسن يكون ليميتد بجروب اوف ديزيزز زي اخصائي النساء والتوليد اللي بيتعامل بس مع ديزيز اوف وومن، والبيدياتريشن اللي بيتعامل بس مع ديزيز اوف تشيلدرن. كمان السكوب ده not limited by special technique زي أخصائي الأشعة أو أخصائي المناظير. طيب الكوميتمنت ده كمان open-ended in two senses، يعني مفتوح الطرفين، بدايته مفتوحة ونهايته مفتوحة. يعني إيه بدايته مفتوحة؟ يعني باب طبيب الأسرة مفتوح لاستقبال أي health problem مهما كان نوعها، جسدية أو نفسية أو حتى اجتماعية، irrespective to age and sex of patient. ونهايته مفتوحة. يعني إيه؟ يعني لو كانت النهاية نهاية العلاقة بين السبيشاليست والبيشنت بتاخد شكل من 3، لإما cure of illness، لإما end of treatment plan، لإما incurability of illness، فالعلاقة ما بين طبيب الأسرة والمريض علاقة مستمرة زي ما هنتكلم بالتفصيل بعد شوية. وعشان الفاميلي فيزيشن يقدر يقدم بيرسون سنتر كير راثر سان ديزيز سنتر كير، فلازم يعرف يعمل حاجتين. اولا understand the patient experience of illness. patient experience of illness يعني patient agenda، والبيشنت أجندة اتكلمنا عليها قبل كده في الكوميونيكيشن سكيل في موديول البروفيشنال براكتس، لما قلنا ان انا تو اكسبلور بيشنت أجندة لازم اسال على البيشنت ايس، وايس دي اختصار للبيشنت ايدياز كونسرن اكسبكتيشن اند افكت اوف بروبلم اون لايف. كمان الفاميلي فيزيشن شود براكتس هوليستيك ابروتش، والكلمه دي مهمه جدا 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 في اي امتحان. يعني ايه holistic approach؟
هوليستيك ابروتش يعني توتال بيرسون ابروتش راذر ذان كيس ابروتش. يعني ايه توتال بيرسون ابروتش؟ يعني بايو سايكو سوشيال ابروتش. طب ما تدينا مثال عشان نفهم معنى الكلام. لو واحد بيشتكي من صداع وراح لأي طبيب من الأزهر سبيشاليتيز غير الفاميلي ميديسن، أول حاجة الدكتور ده هيعملها وممكن مش هيعمل غيرها إنه يدور على البيولوجيكال كوز اوف هيديك اللي ممكن يكون ضغط سبب في الاي ان تي سبب رمض، ونادر قوي لما يروح يفتش في السايكولوجيكال والسوشيال كوزز اوف هيديك. لكن طبيب الأسرة هيعمل العكس خالص، هيدور في الثلاث اسبيكت اوف ذا بيشنت بالتساوي، لانه عارف ان ممكن يكون سبب الهيديك ده بدا بسوشيال بروبلم زي مشكله في الشغل عملت ستريس للعيان وكانت سبب في الصداع، وطبعا هو عارف ان هو لازم في كل مره يكسكلود البيولوجيكال دايجنوزس، ولما يجي يشخص لازم يشخص بالتريبل دايجنوزس اللي هو البايو سايكو سوشيال دايجنوزس، مش زي السبيشاليست بيركز بس على البيولوجيكال دايجنوزس. طيب تاني برينسيبل، ان الفاميلي فيزيشن بروفايد كونتينوس كير. هذا الكونتينوس كير بيكون اوفر لونج بيريودز اوف تايم ديورينج هيلث اند ايلنس، من المهد الى اللحد، من انترا يوتراين لايف تو ديث، فروم هومب تو تومب. هذا الكونتينوس كير له قيمتين. اول قيمه ان الفاميلي فيزيشن بيبقى حافظ عيانه، عارف عنه كل حاجه، وبالتالي العيان مش محتاج يقرر البيرسونال هيستوري ولا الباست هيستوري ولا السوشيال هيستوري في كل مره هيزور فيها طبيب الاسره. كمان له قيمة مهمة جدا، وهي ان الكونتينوس كير ده هيؤدي الى سترونج ديب ريليشن شيب ما بين الفاميلي فيزيشن والعيان، والحقيقة السترونج ديب ريليشن شيب دي بتلعب دور مهم جدا في الهيلينج بروسيس، وتعتبر ثيرابيوتيك ودياجنوستيك تول متوفرة للفاميلي فيزيشن لوحده دون الأزهر سبيشاليتيز، لان الفاميلي فيزيشن هو اللي بيقدر يفسر كويس جدا سبب مشكله العيان. يا ترى سبب المشكله ده هي البيرسوناليتي بتاعه البيشنت، هي السوشيال سيركمستانسز بتاعه البيشنت، هي البوست اكسبيرينس بتاعه العيان، ودي كلها حاجات ما يعرفهاش غير الفاميلي فيزيشن نتيجه الكونتينوس كير اللي هو بيعمله للعيان. طيب برينسيبال رقم 3، ان الفاميلي physician should provide comprehensive care. الحقيقة دي هنتكلم عليها إن شاء الله في الفيديو اللي جاي بالتفصيل لما نتكلم على الفاميلي ميديسن باسكت اوف سيرفيسز، بس لازم نبقى عارفين معناها من دلوقتي. كلمة comprehensive care يعني كير شامل. يعني ايه كير شامل؟ يعني full range of health services. يعني ايه full range of health services؟ يعني بيغطي both sexes all ages، كل الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية بايوسايكوسوشيال، كمان بيقدم كل الخدمات البروموتيف والبريفنتيف والكيوراتيف والريهابليتيتيف at the individual, family and community level. برينسيبال رقم 4، coordinated care. يعني ايه coordinated care؟ يعني family physician مسؤول عن الهارموني of delivery of care at different level. طب هو ازاي هيعمل هارموني اوف ديليفري اوف كير ات ديفرنت ليفل؟ من خلال ان هو بيمارس الريفيرال. يعني ايه ريفيرال؟ يعني الاحاله. يعني ايه قصه الاحاله؟ ان شاء الله احنا هنتكلم عليها بالتفصيل، بس باختصار ان الفاميلي فيزيشن عارف ان ليه حدود في الدايجنوزس والتريتمنت، ولو جه المريض بمشكله بره الحدود دي فلازم الفاميلي فيزيشن يحوله لهاير ليفل اوف هيلث سيرفيس اللي هو السبيشاليست والسوبر سبيشاليست كير. طب يا ترى لما طبيب الاسره يحول للهاي سبيشاليست كير ده
يبقى كده دوره انتهى؟ لا، ما انتهاش، ده لازم كمان يكمل بفولو اب. واللي هيساعده على الفولو اب ده ان هو عنده ريكورد كيبنج. عشان كده بيقولوا ان احسن واحد يبقى مسؤول على الهارموني اوف ديليفري اوف كير هو الفاميلي فيزيشن. عشان كده بيسموه كوندكتور اوف اوركسترا، قائد الاوركسترا، او حارس بوابه النظام الصحي، جيت كيبر اوف هيلث سيستم، اللي بيمنع فراجمنتيشن اوف كير من خلال ممارسه الريفيرال والفولو اب والريكورد كيبنج. طيب الرقم 5 كولابوريتيف كير. الفاميلي فيزيشن معد ان هو يشتغل مع الاذر ممبر اوف هيلث تيم، من ممرضات، من دنتست، فارماسيست، لاب تكنيشن، وده هنتكلم عليهم بالتفصيل افراد الهيلث تيم دول في المرات الجايه. والحقيقه هو بيلعب الدورين، مره يكون تيم ممبر ومره يكون تيم ليدر، فهو عنده السكيلز الكافيه انه يلعب الدورين. برنسبل رقم 6 كومبتنت كير. نقول الكير، العنايه المختصه ذات الكفاءه. فاميلي فيزيشن سكيل كلينيشن، عنده النولج الكافيه والسكيل الكافيه تو سولف وايد رينج اوف هيلث بروبلم. وهو مش بيحلها كده جهجهوني، لا، ده بيحلها بناء على الايفيدنس بيست ميديسن، او الطب المبني على الدليل. برنسبل رقم 7 كومباشنت كير، الكير العطوف. الحقيقه الدكتور بيشنت ريليشن شيب دي سنترال ان فاميلي ميديسن. الفاميلي فيزيشن بيكون سنسيتيف واوير بالبيشنت فيلينج، بيكون سكيلفول في بناء افكتيف دكتور بيشنت ريليشن شيب. هذه الريليشن شيب مهمه فور كونتينيوتي اوف كير، وكونتينيوتي اوف كير زي ما احنا لسه قايلين هي اللي بتبني سترونج ديب ريليشن شيب. كان في فيجوال سيركل بالظبط، انا بقدم كونتينوس كير فبتحول لسترونج ديب ريليشن شيب توصلني لكونتينوس كير وهكذا، لدرجة إن أنا ممكن أوصل في لحظة إني أبقى ممبر في البيشنت فاميلي من العلاقة القوية اللي ربطاني بالعيان وأسرته. طيب برنسبل رقم 8 إن الفاميلي ميديسن كوميونيتي أورينتد كير. يعني إيه؟ الفاميلي فيزيشن بيشوف مشاكل العيان في إطار هير أور هيز لايف إن لوكال كوميونيتي. وبالتالي الفاميلي فيزيشن لازم يبقى اوير بكل الهيلث نيدز والهيلث بروبلم الموجوده في الكوميونتي، فيقدر يربط مشاكل عيانه بمشاكل المجتمع بتاعه. ده مش كده وبس، ده الفاميلي فيزيشن عارف ان هو جزء من الكوميونتي نتورك اوف هيلث كير بروفايدر. طب مين هي الكوميونتي نتورك اوف هيلث كير بروفايدر؟ دي اكيد فيها الفريق الصحي المسؤول على الهيلث بتاعت الكوميونتي، لكن جنب الفريق الصحي ده واقف الكوميونتي ممبر، واقف الايجنسيز من الديفرنت سيكتورز، سواء كانت حكوميه او مؤسسات المجتمع المدني، موجود كمان السيلف هيلب جروب، واللي هدفهم كلهم هي البوزيتيف تشينج اوف كوميونتي هيلث بروبلم. والفاميلي فيزيشن عارف دوره كممبر، عليه ان يتعاون مع الكوميونتي نتورك اوف هيلث كير بروفايدر. برنسبل رقم 9 ان الفاميلي ميديسن شود بي فاميلي اورينتد كير. بما ان الفاميلي فيزيشن بيتعامل مع كل الاعمار، فاذا هو يقدر يقدم الكير تو فاميلي يونت، أب أم أولاد، وده هيخليه يأكواير النوليدج أوف فاميلي ريليشن شيب، ويستخدم النوليدج دي في التشخيص والعلاج. برنسبل رقم 10 البريفنتيف اتيتيود. الفاميلي فيزيشن بيشوف كل فيزيت للعيان فرصة،
يقدم له فيها نصيحة عن البريفنتيف ميجر. يعني اوكي العيان جاي بمشكلة صحية هيعالجها له، بس جنب العلاج ده هو هيكلمه في براكتسنج بريفنتيف ميجر، واللي احنا بنسميها اوبورتيونستيك هيلث ايدوكيشن، استغلال الفرصة من اجل رفع الوعي بنمط الحياة الصحي. كمان الفاميلي فيزيشن فيو هيز براكتس از ا بوبوليشن ات ريسك، بمعنى ان الفاميلي فيزيشن ما بيستناش المريض يجيله فور بريفنتيف كير، لا ده هو عنده ريكورد سيستم شغال كده زي الالرت المنبه، لو في طفل تخلف عن التطعيم يتصل بيه ويقول له تعالى انت ليك immunization، لو في سكريننج لازم يتعمل لأدلت زي مثلا قياس الضغط يقول له تعالى انت ليك سكريننج. فهو ما بيستناش العيان يجيله، هو اللي بيروح له من خلال الجود ريكورد كيبنج اللي بتشتغل كالرت تو ايدنتيفاي بوبوليشن ات ريسك. برنسبل رقم 11 هو الريسورس مانجمنت، الفاميلي فيزيشن مانجر للريسورسز. طب ايه اللي اداله الوظيفه دي؟ ان هو الفيرست كونتاكت فيزيشن. اي بلد بتطبق سيستم الفاميلي ميديسن صح هتقول لك ان المريض ما ينفعش يروح للسبيشاليست والسوبر سبيشاليست كير منه لنفسه، ده لازم يعدي الاول على الفاميلي فيزيشن عشان يديله تاشيره الصعود للهاي ليفل اوف هيلث سيرفيس. فده طبعا هيخلي الفاميلي فيزيشن يعمل كنترول على الادميشن تو هوسبيتال واستخدام الانفستيجيشن والبريسكريبشنز والريفيرال تو سبيشاليست. بس هنا في حته مهمه اللي هي ويزن سيرتن ليميتس. هو انا صح اقدر اوجه العيان صح، بس افرض كان عياني مصر انه يتعمل له هوسبيتال او ادميشن او انه يتحول لسبيشاليست، في الحقيقه ده حقه وانا ما اقدرش امنعه. طيب وبكده مع مشكله الليميتد ريسورسز اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول وقلنا ان العالم كله بيعاني منها، يبقى الفاميلي فيزيشن ريسبونسبل تو مانج الليميتد ريسورسز فور ذا ماكسيمال بينيفيت اوف هيز بيشنت. بكده خلصنا البرنسبلز، هنتنقل لاخر بوينت في الفيديو وهي ايه هي السيتنجز او البليسز اللي بتتقدم فيها خدمات الفاميلي ميديسن. يمكن اهم مكان موجود في مصر هو البرايمري هيلث كير فاسيلتيز زي ما هنعرف بعد كده في الفيديو القادمه. تاني مكان بتتقدم فيه الفاميلي ميديسن سيرفيسز هي المستشفيات، بيبقى فيها فاميلي ميديسن كلينيك واحيانا بيسموها العياده الشامله. واخيرا بقى طبيب الاسره ممكن يعمل له برايفت كلينيك. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، الى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله. شكرا.